استكمل النقاش، ولكن استاذن ضيوفي الاعزاء. استقبل زملائي كريم يسري من واشنطن والعربي مرزوق من برلين. مساء الخير عليكم كريم وعربي. مساء الخير عليك وعلى ضيوفك طبعا. طيب نبدا من كريم. كريم، الرئيس بايدن تحدث عن موجة عقوبات مدمرة على حد تعبيره. الإعلام الأمريكي بدأ يتحدث أيضا على سيناريوهات مختلفة لنهاية الأزمة، ولكن ظهر من خلال هذا السياق أن هناك رغبة أمريكية بمد أمد هذا الصراع. ما الذي لديك؟ بالفعل اليوم احمد لويد اوستن وهو وزير الدفاع الامريكي كانت لديه احاطه في الكونغرس الامريكي، وذكر بان على الولايات المتحده وعلى العالم ان يستعد ان الصراع الروسي الاوكراني قد يمتد طويلا. كل التصريحات التي تخرج عن الاداره الامريكيه تصب في فكره ان هذا الصراع سيمتد طويلا، حتى على المناقشات التي تجرى على عدد من القنوات الامريكيه كل الخبراء يتحدثون عن ان تموضع القوات الروسيه وخروجها من الشمال الاوكراني ومن محيط العاصمه كييف وتوجهها الى بيلاروسيا واعاده توزيعها مره اخرى الى الجانب الشرقي لاقليم دونباس، وايضا تكثيف الوجود العسكري في الجنوب الاوكراني تمهيدا لمفاوضات يعني بين الجانب الروسي والاوكراني، خاصه بعد التصريحات التي خرجت عن المتحدث باسم الكرملين الروسي بيسكوف، والذي ذكر بانه سيتم يعني بقاء القوات الروسيه في الجانب الشرقي والجانب الجنوبي واجراء مفاوضات مع الجانب الاوكراني، حتى يعني بشكل كبير التواجد الروسي يعبر عن رغبة روسيا بشكل واضح في فصل الجزء الشرقي اقليم دونباس عن تحديدا لوغانسك ودونيسك عن الحكومة الاوكرانية، واعتراف اوكراني رسمي بضم شبه جزيرة القرم للحكومة الروسية او لروسيا بشكل عام. تلك هي ابرز التصريحات التي تخرج عن الادارة الامريكية. ايضا لويد اوستن ذكر بان الهدف الرئيسي الخاص بفلاديمير بوتين عند بداية تلك العمليات العسكرية لن يتحقق. الهدف الرئيسي بالنسبة له كان دخول كييف وتغيير الحكومة الأوكرانية وتعيين حكومة جديدة موالية لروسيا، هو لم يتحقق بفضل الأسلحة التي أرسلت لأوكرانيا وللجيش الأوكراني من الجانب الأمريكي والجانب الأوروبي. تحدث عن أسلحة بعينها، تحدث عن أسلحة الدفاع الجوي، صواريخ جافلين المضادة للدبابات والدروع، صواريخ ستينجر المضادة للطائرات، وأيضا تحدث عن إرسال أكثر من 100 طائرة درون أو الطائرات المسيرة يعني سويتش بليد، تلك الطائرات التي تستخدم في العمليات العسكرية ضد القوات الروسية. وذكر بشكل عام بأن روسيا والصين يريدان تغيير النظام العالمي وأنه يجب مواجهتهما بصرامة من قبل المجتمع الغربي ممثلا في الولايات المتحدة وأيضا الدول الأوروبية. بايدن بالتأكيد منذ لحظات أشاد بالتصويت الذي جرى في الأمم المتحدة بيعني وقف أو عزل روسيا عن منظمة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، بالتأكيد هذا قرار هام للغاية لأن روسيا واحدة ضمن 5 دول تمتلك حق الفيتو في مجلس الأمن، وبالتالي بايدن يحتفي بالجهود الأمريكية الأوروبية في يعني طرد روسيا من تلك المنظمة على إثر ما حدث في مدينة بوتشا القريبة من العاصمة الأوكرانية كييف. وذكر بايدن بأن القوات الروسية ترتكب مذابح على حد قوله في المدن الأوكرانية، أن الهدف الرئيسي للولايات المتحدة الأمريكية هي محاسبة المسؤولين عن ذلك، وبالتالي لن يمكن بعد خروج روسيا من تلك المنظمة أن تعلن وجهة نظرها والرواية الخاصة بها في منظمة حقوق الإنسان حول الجرائم التي ارتكبت في أوكرانيا، وبالتالي سيكون هناك بالتأكيد فريق ضمن يعني لجنة حقوق الإنسان للوقوف عن المتسبب أو الوقوف على من هو المتسبب من القوات الروسية في تلك المذابح التي ارتكبت في حق المدنيين في المدن الأوكرانية. هذا بشكل عام التصريحات التي خرجت اليوم عن الجانب الأمريكي هنا في واشنطن. هناك تصريحات أخرى
خرجت من أنتوني بلينكين وزير الخارجية الأمريكي الذي يتواجد في العاصمة بروكسل في بلجيكا، ذكر بالتأكيد بقوة التحالف بين الجانب الأمريكي وكل أعضاء حلف شمال الأطلسي الناتو، خاصة الحلفاء يعني الأوروبيين الأبرز بالتأكيد، تحدث عن ألمانيا وإنجلترا وفرنسا وإيطاليا، ويعني أشاد أيضا بفكرة قرب يعني إمكانية الدول الأوروبية الاستغناء بشكل كامل عن النفط والغاز الروسيين، وأن هناك جهود حثيثة لدى الإدارة الأمريكية للتفاوض مع عدد من الدول لحلول بديلة، ولكن هناك نقطة هامة للغاية اثارتها واحدة من القنوات الأمريكية، وأن عملية التصويت اليوم فنزويلا رفضت فكرة خروج روسيا من يعني مجلس حقوق الإنسان، وهذا أمر هام للغاية، لأن على مدار الأسابيع الماضية هناك مفاوضات نفطية بين الإدارة الأمريكية وبين فنزويلا. عفوا أحمد، لم أسمعك بوضوح. مفاوضات نفطية تقصد في خصوص البترول الخاص بفنزويلا؟ بالضبط، لان فنزويلا لديها 3 مليارات برميل من الاحتياطي الاستراتيجي، تمتلك اكبر احتياطي استراتيجي في العالم، وبالتالي يعني الاداره الامريكيه الحاليه هناك محاولات لديها مع فنزويلا للحلول بديلا عن روسيا في اوروبا، هناك ايضا محاولات مع عدد من الدول العربيه او الدول. طيب كريم، قبل ما انتقل العربي، وطبعا بشكرك على معلوماتك القيمه، قبل ما انتقل العربي، الشارع الأمريكي، ارتفاع مسألة الأسعار والحديث عن ارتفاع نسبة التضخم، مع أن البنك الفيدرالي بالفعل قام برفع سعر الفايدة، ولكن حتى الآن لم تجدي هذه الخطوة ثمرها في احتواء التضخم. بالفعل أحمد، يعني كان لي حديث بعدد من المواطنين بواحدة من المراكز المختصة في بيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة عن باقي السوق، وذكروا لي بأن الأسعار حقيقة بعد السلع هنا في الولايات المتحدة الأمريكية أصبحت أسعارها هي الضعف عما كانت عليه قبل أسابيع من تلك الأزمة الروسية الأوكرانية. تحدثوا بأن هناك نسبة التضخم مرتفعة للغاية، نسبة تاريخية وصلت إلى 7.9%، ويوم 12 إبريل يعني سيتم الإعلان عن نسبة التضخم عن نهاية شهر مارس، ومتوقع لها أن تكون أكبر من النسبة التي سجلت في شهر يعني فبراير، التي كانت الأكبر أو الأعلى منذ 40 عاما. ذكروا بأن هناك ضغوط متعلقة بأسعار الوقود، أسعار الوقود مضاعفة لما كانت عليه منذ عامين، وبالتالي أسعار الطاقة أيضا في المنازل مرتفعة، وأسعار السلع والخدمات مرتفعة. ذكروا بأنهم يساندون بالتأكيد الشعب الأوكراني، والمشاهد التي يرونها على القنوات الأخبار الأمريكية مشاهد مروعة، ويحزنون بالتأكيد بسببها، ويساندون ومع الإدارة الأمريكية. زميلي العزيز كريم يسري، مراسل إكسترا نيوز في واشنطن، بشكرك على هذه المعلومات.